جددت مصر الإعراب عن الأسف لعرقلة الولايات المتحدة مشروع قرار حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة. وخلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق أن تتمتع دولة فلسطين بالحق في العضوية الأممية الكاملة، سيكون الدعم الأفضل لحل الدولتين الهادف لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. تعرب مصر مجددا عن أسفها لاستخدام الولايات المتحدة حق النقد للحيلولة دون تمتع الدولة الفلسطينية المعترف بها من أكثر من 140 دولة بمكانة متساوية كغيرها من الدول بالأمم المتحدة. كما تؤكد مصر أن منح دولة فلسطين العضوية الكاملة هو أفضل الدعم لحل الدولتين، بل إنقاذ لهذا الحل وإقرار أممي بوجود دولة فلسطين متساوية مع إسرائيل وغيرها من سائر الدول. الأمر الذي سيكسب عملية السلام المأمولة دعما هي في أمس الحاجة إليه، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة بينما نحاول إحياء الأفق السياسي وإيقاف الحرب المدمرة الراهنة في قطاع غزة.